شنو كتعرف على كوب 22؟ كوب 22 شنو كوب 22؟ جون اي اوكين ايدي لا انا ما عرفت حتى شي كوب 22 ما عرفاش كاع. كوب 22 هو واحد المحفل دولي كيتكلموا على هادشي ديال المناخ وعلى احتباس الحراره وكيفاش غادي يلقاو العلاج الا التلوث اللي واقع بالنسبه للطاقه الشمسيه بالنسبه ل الريسايكلاج ديال البلاستيك وداك الامور كاع اللي دار المغرب بحال شي دار الفوارت الطاقه الشمسيه اللي داروا وبحال شي دار لي بيس اللي داروا هادشي ديال غادي هادشي بالضوء بالكهرباء يعني مزيانه كنشوفها يعني مصلحه البشريه اونتي ماشي المغرب باغا نمشي زعما نمشي نشوف تما اش كاين وهادي البيئه ودابا خصنا نعرفوا البيئه ديالنا البيئه الانسان خصو ياخذها من الأسرة الأولى العائلة الأولى أن الآباء خصهم يعلموا الأبناء ديالهم أنهم يحافظوا على البيئة بلا ما خصو يوعى بزاف ويوريو وليدات والصغار وهادي وأختي حنا خصنا غير الوعي شوية المغاربة خصنا الوعي شوية ما هي مزيانة صراحة ديال سبقونا في الصناعة الثقيلة وفي التقنيات حنا راه كنسبقوه في البيئة لأن حنا بلادنا كلها بيئة خصنا نحافظوا عليها جبال بحار أنهار وما عليك إلا تسيري في البلاد وتشوفي شنو كاين كاين اللي تسمع بالمغرب وما عارفش المغرب على الحقيقه ديالو حيت المغرب تبارك الله متيني نقي زوين الطبيعه السياحه الناس كلشي تتشكرو متيني ما فيهش بلاد السلم بلاد الامان هي ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب ميرسي شكرا